الغزالات ديالي، كيف ما وعدتكم انا رجعت معكم في القصه الثانيه ديال اليوم. قصه البنات اللي مختلفه بزاف، ولي صراحه صاحبه القصه ما لقيت ما نقول ليها. داكشي قلت لها القصه غنحطها لك وبناتي ما غاديش يبخلوا عليك. الغزالات ما غنزيدش نطول عليكم اكثر وندخلوا مباشره في القصه ديال وجدان. سميتي وجدان، واليوم جيت نعاود لكم حكايتي ومجرى فيها. وانا قصتي ما عندهاش علاقه بوركابي، ما كيهمنيش شي حاجه اللي ما مسوقاش ليها بزاف، حيت عندي مشكل قدو قد السخط من غيره هو. انا البنات زاديت وكبرت فواحد الاسره اللي ما ناقصه حتى شي حاجه. الاب ديالي الحمد لله موظف بصالير مزيان في الدوله، وام ما ناقصو حتى شي حاجه، والام ديالي خياطه اولا كيف ما كتبغي يعيطوا ليها الناس، مصممه ازياء. المهم امتي عندها واحد المحل في واحد البلاصه اللي كلاس، وكتعامل غير مع الناس اللي لابد منهم كيف ما كنقولوا. وما غاديش نكذب، ماديا ما كان ناقصنا حتى شي حاجه، ولكن البنات انا كنت كنعاني مني كنت مازال صغيره، مني عقلت على راسي وانا دائما كنسمع في ودنيا مالكي ماشي فحال فلانه، كوني مؤدبه فحال بنت فلانه، جلسي مقاده، ديري فعلي. في الاول ما كنتش كنتسوق، حيت هذا الشيء ماشي بوحدي اللي كنت كنعاني منه، ولكن كيف بديت في المدرسه ولات دائما المقارنه ما بيني وما بين واحد السيده اللي خدامه عند ماما، وديما كتقول ليا شوفي السيده غير خدامه عندي ما عندهم حتى شي حاجه، وباها غير كيجمع الزبل، وتبارك الله البنت كتجي هي الاولى، علاش نتيا ما كتقريش مزيان في حالها؟ وانا البنات على فكره راه كنقرا مزيان، ماشي ما كنقراش مزيان، غير ما كنجيش انا الاولى، كنجي في الوسط. المهم ديما كنجيب ديك 7 في الابتدائي، كنجيب ديك 7 7 ونص. بقينا هكاك، الموضوع ما غيساليش هنا. واخا هذيك السيده اللي كانت خدامه مع امي كانت خرجات من موراها امي، ولات في ما كيكون شي واحد في العائله كتقارني معاه في القرايه، في الاداب، في الصواب، في كل شيء. البنات في كل شيء، في كل شيء كان دائما كدير ليا واحد، كتحسسني انني انا لا شيء ومصالح الوالو، وكتخليني حتى لقدام الناس وكتبقى تطيح مني. كنبكي وكنجذب، وهذا الشيء خلى ان الشخصيه ديالي تكون ضعيفه بزاف. المهم هذا الشيء ما غيوقفش هنا، الوقت اللي غنبدا نكبر شويه غنولي اي حاجه كنديرها ما كتعجبهاش. تخيلوا الوقت اللي وصلت الاعدادي كنت كنجيب 14 15، كنبغي غير شي نهار تفرح بيا تقول لي مزيانه بنتي كملي. ديما كتقول لي هاد النقطه ما مزياناش، خاصك تجيبي محسن، علاش الاولاني جا، علاش انت ماشي انت هي الاولى، حنا كنخسروا عليك وحنا كنديروا ليك وحنا كنفعلوا ليك وحنا تركوا ليك. دائما هاد الهضره، با مسكين كان كيشوف هذاك المنظر وكيقول لها الشريفية مالك على البنيه، كتقول له لا خليها انا بغيتها تكون هي الاولى، انا بغيتها هادي، واش حنا كنخسروا عليهم الزباب ديال الفلوس باش يقراو، خاصها تقرا وخاصها تكون دكتوره وخاصها ما نعرف. المهم انا كبرت بهاد الهضره، بقيت جارة تمنيت غير شي نهار ديك امي تعنقني. كنت كنحلم شي نهار تقول لي بنتي راك عزيزه عليا وكنبغيك. كان دائما كطيح مني، كان دائما كتحسسني انني ما كنعرف ندير حتى شي حاجه وما صالحه لحتى شي حاجه. باقا صغيره كنعقل، كانت فيما كتبغي تجمع الدار كتجرني بحكم كنت انا هي البنت الوحيده اللي عندها، كانت كتجرني باش نجمع معاها. اللي درتها ما كتعجبهاش، وفي الاخر كتبقى تعاير فيا وكتقول لي انت ما صالحه لحتى شي حاجه. وفاش كنكونوا مع الناس وجات شي بنيته كتبقى تشكر فيها قدامي وتقول لها ما شاء الله بنتك مأدبة، وخاصة البنات ديال هذوك العيالات اللي كانوا كيجيو يخيطوا عندها. فاش كنكون معاها في المحل كتبقى تشكر فيهم وتطيح مني انا، كتبقى تقول للبنيه شحال جبتي، شي اللي قالت لها جبت غير 12، كتقول لها ما شاء الله الله يكمل ما شاء الله خصك تشاهدي، وكتكبر بها. وانا اللي جايبه 14 15 ما عمرها ما قالت لي هاد الهضره. ديما كتقول لي انت مكلخه انت مطنقه، حتى فعلا وليت مطنقه، ما بقاتش عندي ديك الثقه في راسي. ومن 15 14 وليت كنجيب 11 12، وهنا غيولي مشكل كبير عاوتاني. المهم بقيت غاديه وكنكبر، بلا السيده دائما كتحكر على كل شيء، دائما كتصغر مني كتقلق مني كتنقص مني. وفاش كنهضر معاها ولا كيهضر معاها با كتقول له انا بنتي بغيتها تطلع مراه، انا كندير ليها هكا حيت بغيتها تكون حسن من كل شيء. ما كانتش عارفه انها في كل مره كانت كتحرسني.
مهم بقينا جارين اليوم وغدا اليوم وغدا، حتى ولات السيده كتدخل في شي امور اللي بزاف، علاش لابسه بحال هكا، لبسي هكا، ولا هي اللي باغا تلبسني، هي اللي باغا تعزل ليا صحباتي. انا كان ممنوع ليا اصلا شي حاجه سميتها صحبات في الدار، وحتى في المدرسه كانت هي اللي كتعزل ليا الصحابات، تصاحبي مع هادي وما تصاحبيش مع هادي. ويلا شي نهار شافت شي صاحبتي كتبقى دير ليا المقارنات. اما العائله فين ما كنكونوا مجموعين، وخاصه واحد جوج بنات خالاتي تبارك الله كانوا كيقراو، كان دائما مطيباني بهم، شوفي بنت فلانه، شوفي بنت فلانه، هما والدين وانا يا هاكره، هما ولدوا البنات الفحلات وانا يا والو. ديما يا البنات هاد الهضره. والنهار اللي كنشوف العطله الصيفيه ويلي 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 ما كتخلي ما كتقول ليا. المهم بقينا جارين هكاك حتى العام ديال الباك. العام ديال الباك البنات جات لي الاساسيده في الدار، ما غاديش نكر خسرت عليا الزبابه ديال الفلوس، ما خلات ما دارت ليا السوايع، كانت كتقول لي انا بغيتك ديري الطب. انا البنات جايبه في سيزيام في الجهوي جايبه فيه 11، وفي القاسم جايبه 13، يعني راه ما جايبه والو، راه باين المساواة. وهي كتطلب مني 17، كتطلب مني 16 17 باش ندخل لها الكليه الطب. ما يمكن لياش، حفظت وكركت وما خليت ما ندير، وفي الاخر جبت 13. عرفتي مي فاش جبت 13 انا راني ناجحه، ماشي ساقطه ولا عندي الجهاوي، عندي سميتو الاستدراكيه، انا راني ناجحه. وبدات كتندب حناكه وكتقول لي ويلي وكاتبكي، الناس كيجيو يباركوا ليا حيت نجحت، كيلقاو امي هكا كيقولوا ليها مالها، كتقول لهم لا وما جابتش وما دارتش وانا وخسرت فلوسي، وانا كنت كنسحب ليك ومشيت غير شريت شي شرتله ديال الذهب كاع عمر خسر عليها الريال. المهم البنات نكدات عليا، نكدات عليا ديال بصح، دوزت عليا الجحيم في هذيك السيمانه. وبدات كتقول لي من غير القرايه كوكتي غير زينه، نقول غتجيبي لي شي رجل اعمال، شي راجل اللي يهزك واللي يتزوج بك واللي يدير لك الشان والمرشان. قالت لي ماشي بحال دابا امي، هاد الهضره ما كانتش غير عليا، كان دائما عندها مشاكل مع با، دائما باغا تطير، باغا ما نعرف شنو تلبس وكيفاش تفرج دارها وكيفاش تكون طوموبيلتها، دائما صداع، دائما با مغرقه في الكريديات، دائما 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 دائما. وانا كنت حاقره عليا، كانت حاقره عليا لواحد الدرجه اللي بزاف. خوتي واخا هكاك ما كانش عندها مشاكل معاهم، خويا الكبير تبارك الله كان كيقرا مزيان، وخويا الصغير كان قبيح اصلا ما تصور منه لا حق لا باطل. المهم يا هذيك دوزنا ديك السيمانه ديال الجحيم اللي ما خلات ما عيرات، عيرات الشكل ديالي، وقالت لي سيري الغليظه، عندك ساعه كنت غليظه واحد شويه، سيري الفاهله، شكون اللي غيديها فيك؟ لا قرايه لا بجيب كري، تينا عارفك ما صالحه لوالو، قلت غادي تقراي ديري شي حاجه، تزوجي بشي راجل زعما اللي غيشوفك بقرايتك، اما دابا التقسي فيا. مهم عرفتي هذاك شويه ديال الثقه اللي بقى عندي هرساتو ليا. فسالت البنات السيمانه، كنت بديت كنهضر وكنقول اشنو غندير مع اشنو غندير، كتشوف فيا وكتقولي اش غديري واشنو غتصنعي، زعما راه ما عندك ما ديري وما عندك فين تمشي. كنقولها ماما زعما نشوف شنو غندير، واش الا لافاك اقتصاد ولا قانون ولا، كتقولي كلشي بحال فحال. وسيده ما بقاتش مسوقه ليا، هضرت مع بابا مسكين وقلت له بابا شنو ندير، قال لي شنو ديري واشنو ديري، وهضرنا وتحدثنا. امي ما كايناش، النهار اللي مشيت ودفعت الدوسي لافاك اللي اختاريتها جات ودارت لي نهار، وقالت لي مع من تشاورتي، شكون اللي قال لك ديريها؟ قلت لها امي انا جيت نتشاور معاك، قلتي لي كلشي فحال فحال وانا ما غنطفروش، علاش كتجاوبي معايا؟ ما خلاتش ليا من المعيار، وقالت لي انتو باك فاهمين، ونهضت لبا ودارت لي نهار. المهم كرفصتني ديال بصح الحصول ما فيه، ما تسوقش لا اصلا، ما كان عندي ما ندير ديك الساعه، بديت كنقرا في لافاك. وداس واحد المده اللي ما طويلاش، واحد سيده في العائله غادي تزوج بواحد لبناني خانز فلوس. المهم السيده دارت واحد العراسيه واجو تفرشوا، اجو تفرشوا شنو دارت ليا. شوفي لالياتك مزوجه وانا السنه الاولى في الكليه باقا صغيره عندي 19 عام، لالياتك تزوجوا، شوفي العريس اللي جابت، شوفي الذهوبات اللي دار ليها، لانه جاو عائلته في العرس بقاو كيعطيوها في الذهوبات وداك العشب، وشوفي وشوفي الزهر، وانا يا ما عندي زهر، وانا والدك كنكون صحابني كون عفطت عليك النهار الاول. كنقول ليها مويتي اش هاد الهضره، علاش كتقول لي بحال هكا؟ كتقول لي كنقول انا مازال صغيره مازال نتزوج، كتقول لي تزوجي، كتقول لي البريه كتبان من العنوان ديالها. شي اصلا عندك 19 عام خاص يكونوا بداو كيجيو فيك الخطاب، حيت حاشاكم انا ما عمر شي واحد جا فيا.
المهم قالت لي خصو يبداو يجي فيك الخطاب، انت غتبقاي بايره، انت هادي انت هادي. المهم السيده ما خلاتش ليا، شديت راسي وقلت ما عندي ما ندير، اش عندي ما ندير، شنو بغات لي ندير؟ كتقولي على لياتك شنو نخرج للزنقه ونقول لهم فاتت ولي الزواج؟ عندي ما ندير. المهم بقيت في القرايه، دوزت العام الاول كندخل جميع المواد، جا العام الثاني حتى شي حاجه ما تبدلات. فيما تزوج شي وحده كدير ليا نهار، شوفي الا لياتك تزوجو، شوفي الا لياتك تفروه، شوفي هذه فلانه بيبي مزوجه، شوفي فلانه بنتها داتها للحبس، داتها للحبس، الحبس نيت داتها للحج، شوفي فلانه بنتها اش دارت ليها، شوفي فلانه بنتها اش دارت ليها، ويلي ما شاء الله بنت فلانه كنعرفها لاله مولاتي دات فلان فلاني. حيت ديك الساعه كانت هي بالنسبه ليها انا واخا كنقرا في لافاك ما غنطفروش، يعني يبقى لها غير راجل لاباس عليه باش حتى هي تقول لهم احقره بنتي مزوجه على ولد فلان ولا بنت فلان ولا ولا. المهم راكم عارفين داك الشيء، امي هكا كانت كتشوف، وكان بنادم عندها غير المظاهر. انا بقيت كنشوف ما كان عندي ما ندير، كنت صابره وكنقول معليش. دوزنا مده هكاك، المهم دوزت عليا دوك الايامات ديال لافاك تحلين زحلين، حتى النهار اللي غناخذ الاجازه خديت الاجازه. بقيت جالسه في الدار واحد المده، بديت كندوز ستاجات مره مره، بديت كتقول لي ايوا هانتيا، جالسه ليا في الدار وشاده ليا الركنه، كتجي من الخدمه يا البنات كدير ليا نهار وكتقول لي اش هاد الشقا، واش هاد الروينه، انت لا زين زوينه، لا حداقه حادقه، لا قرايه قاريه، لا خدمه لا منصيب، شكون هذا اللي غيجي يديك، سيري الفاعله. وتبدات تعاير فيا وتسب فيا، شحال من مره كطلع لي الدم وكنوض وكنقول لها امي دابا شنو بغيتي ندير، دخلت عليك غير بالله، كتقول لي كوني في حل لياتك خرجي ودبري لك على شي راجل يكون هو هذاك منغنغ. كنقول لها امي واش منيتك، واش ربي عطاك بنت داخله سوق راسها وشدت ثقارها وانت كتقولي لها هاد الهضره؟ كتقولي هو بقاي جالسه ياك، ما كتسحب لك غيجيو يدقوا عليك، هذاك الزمانه بنيتي راه مشاق، راه البنات هما اللي ولاو كيمشيو يقلبوا، هما اللي كيمشيو يديروا، خرجي يشوفوك الناس يديروا ليك، سيري قلبي على خدمه. كنقولها ما راني دافعه السيفيات، كتقولي لا خرجي قلبي على خدمه. المهم بقيت كنتلاوط كنتلاوط حتى النهار للاب ديالي غيدبر ليا فواحد الخدمه، مشيت ودخلت والحمد الحمد لله الامور تيسرات، كان الصالير مزيان من النهار الاول كنت ترسمت وكل شيء الحمد لله. المهم حتى قلت صافي الامور غادي تقعد، اعتنت ليا الصالير ديالي كانت كتهزو ليا كامل، الدرهم ما كتخليه ليا، وكانت هي كتخرج وتشري ليا الحوايج وكتشري ليا شي حوايج لا علاقه وكتقول ليا لبسيهم. مي انا كانت كتعطيني داكشي مزير وعريان وكتقول ليا وكيفاش بغيتي يشوفوك الرجال وكيفاش بغيتي يخطبوا وكيفاش بغيتي هادي. كنقول لها مي واش حماقيتي؟ كتقول ليا شوفي انا الا كنتي غتجيبي ليا شي واحد مكحط غير بلا ما يجي، كتزوينا خصي واحد يكون لاباس عليه، شي واحد يكون عليه القيمه، شي واحد يكون هو هذاك. المهم قتلاتني يا البنات، قتلاتني 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 لواحد الدرجه اللي ما كطيش على البال. بقيت جره هكاك اليوم وغدا اليوم وغدا، وانا في هذيك القهره ما عندي الحق في حتى شي حاجه، فلوسي امي اللي كانت كتصرف فيهم هي اللي كانت كتعطيني، الا بغيت نشري شي حاجه خصني نتشاور معاها هما فلوسي، خصني نتشاور معاها، بغيت ندير شي حاجه خصني نتشاور معاها، كانت حتى شي حاجه هي ما كيعجبها، حتى شي حاجه ما مبرده ليها القلب. ودائما داك الموال ديال شوفي بنت فلانه شنو دايره ليها، وشوفي بنت فلانه بين المزوجه، وشوفي بنت فلانه فين قاريه، الا سمعت شي وحده قاريه دايره مثلا كليه الطب ولا شي وحده دايره شي كليه واعره، ويلي ويلي ويلي, ويلي 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 ما كتخليش ليا. راه ما نقدرش نوصف لكم هذاك الشيء اللي دوزت عليا. مهم بقينا هكاك حتى النهار اللي غندير 25 عام. قبل من 25 عام كانوا جو فيا جوج ديال الناس، واحد السيد كان شويه من العائله، المهم راه تما في الشاقور كنا كنعرفوه، وسيد اخر ما كناش كنعرفوه غير جابوه الناس وداك الشيء، وبجوج بهم ماشي كانوا مزاليط، كانوا موظفين عاديين جدا. كتلقاي السيد يعني يلا بادي حياته كاري دويره وداك الشيء، امي ما تشاورت معايا لا انا لا با لا حتى شي حاجه، كتقول للناس لا انا بنتي ما باغاش ماشي هذا ماشي هذا، هي كانت كتقرر راسها. انا ما كانش عندي مشكل، كنت كنقول حتى انا ما كنعرفهمش، مهم ميكا ومغمضين هي حتى النهار اللي غندير 25 عام. تما البنات غيجيو شي ناس اللي كتعرفهم هي. المهم السيده اللي غادي تجي كانت كتخيط عندها هذا ولد خوها، المهم باغي يتزوج ما باغي يتزوج، السيد خدام خدمه مزيانه
وعائلته من هذوك الناس اللي شغنقول لكم هما مستوى طبقه اجتماعيه متوسطه، ماشي زعما غنيه، ولكن يتشعبطون في الغنى، عرفتي كيلبسوا غير لي مارك وداكشي والعياقه العياقه العياقه. المهم جاو الناس دري ما في ما يتعب، امي كانت فرحانه صافي قالت لي جيت باش نهضر، قالت لي شوفي ما تدوي ما تكلمي الحمد لله واش كريتك ولد الناس ياك ما كيصحاب لك انت هي فاتين حمامه، سير شوفي راسك في المرايه، انت لا قرايه لا مجيب كري، شوفي لليات كيفاش دايرين، كيفاش لاطي ديالهم مرسومه، كتعاير فيا يا البنات. وانا ديك الساعه والله ما كان فيا ما يتعب، كنت بنت زعما عاديه الحمد لله عندي حقي بالزين، لاطي ديالي ما مرسوماش حيت انا انسانه عاديه، ما عنديش داك لاطي ديال الحوته، شنو بغيتي تمشي رسمها، بغيتي تمشي عند قصوص، راه هادشي اللي قسم عليا الله، راه ماشي كاملين بينا عندنا واحد لاطي بيرفكت، راه كاين الاجاصه، كاين المثلث مقلوب، كاين المربع، كاين المستطيل، كل وحده كيدير لها سيدي ربي، عويلي. هي قالت لك لا انتيا خاصك تحمدي الله وخاصك تشكري، ما تهضري ما تتكلمي. قلت واخا لا ماشي مشكل، امي كانت مسيطره عليا، انا راه كنت ما كنقدرش نهضر قدامها، ويلا هضرت كدير لي النهار القهار حتى كتندمني. المهم تزوجت، مشيت تخطبت، وفعلا من موراها غادي نتزوج بهذاك السيد، ماشي غنتزوج غنديروا العقد. المهم تخطبت ما كانش عاجبني السيد، درت انا وياه العقد، ما كانش حامله. المشاكل البنات المشاكل، السيد كان فارغ، كان انسان شنقول لكم لا علاقه لا علاقه، عرفتي هضرتو خاوية وفارغة وشي شي تخربيق، ما كانش كيعجبني. كنت كنمشي عندها وكنقول لها امي انا هذا ماشي الراجل اللي باغا نكمل مع حياتي، كتقولي واش حماقيتي، شكون انت اللي تقولي هاد الهضرة؟ كنقول لها امي انا هاد الراجل ما مرتاحاش ليه، انا هاد الراجل ما باغاهش. كتقولي لي شوفي هاد الهضرة ما تقوليهاش، ودابا طيحنا العقد ودرنا الخطبة الكبيرة والناس غيقولوا لينا، وانا يا ماشية مع ربنا وانا دايرة وانا فاعلة. المهم السيدة بزات عليا هذاك الزواج، وبدات كتقولي انا عربنت، انا عارضة على الناس، ما عندي ما ندير ليك، والسيد ما حاملاش، وهو واحد عرفتي اكتشفت فيه بزاف الامور اللي خايبة، ما غندخلش في تفاصيل العلاقة لانها مشات. المهم بقات كتبزز عليا كتبزز عليا كتبزز عليا، حتى النهار اللي تزوجت درنا العرس وتزوجت بيه، تزوجت بيه البنات، ما كاين لا شهر العسل لا والو. من النهار الاول انا وياه في المشاكل، اصلا احنا في تزوجنا داخلين على المشاكل، هو انا ما مرتاحش ليه لان باغي يعيش حياته بواحد الطريقه، انا داكشي ما كيعجبنيش، بقينا في الصراعات، هو باغي يبدلني انا باغا نبدلو، نضرب فيا نضرب فيك، المشاكل المشاكل المشاكل. ما كمل شهرين حتى رجعت لدارنا، جيت لدارنا البنات باش نشكي على امي، امي تقلبات عليا قالت لي انت اللي ما مزيانه، جا الراجل عرقات ليا، ما خلاتش فيا غير اللي نسات، وقالت لي انت من حياتي كامله وانا هي معدباني، ما قرايه لا قرايه قريتيها لا صنعه درتيها، ما درتي حتى شي حاجه، ما صالحه لوالو. انا البنات قلت لكم عندي الاجازه خدامه، ما ناقصني والو. مهم ما خلاتش ليا قدامه قدامه. مهم قالت لي دابا تجمعي حوايجك وسيري مع راجلك، الحمد لله وشكري انك تزوجتي. الراجل اللي غيسمع هاد الهضره كيفاش كتظنوا انه غيتعامل معايا؟ بداو المشاكل 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 المشاكل، حتى النهار اللي وصلت بيا للهضم، هزيت راسي البنات وجيت قلت لها غنقول لك جوج كلمات لا ثالث لهما، بغيتيني نجلس هو هذاك، ما بغيتينيش نجلس من غدا، غادي نهز راسي وخا نعرف نطلب في الرومبا هذاك الراجل، والله ما والله لا بقيت معاه، لانه فعلا ولو شي حوايج اللي ما يمكنش نهائيا نتقبلهم، ما يمكنش نكمل معاه. المهم شي مشاكل وشي صداع ومشاكل ديال بالصحراء، نهار وما طال انا وياه مضاربين، ما كنتفاهموش، راه تقريبا هذيك المده كامله الزواج شنو نقول لكم، راه الا كنا مصالحين غنكونوا 4 ايام ولا 5 ايام، صداع صداع صداع، ما كنتفاهمش معاه وما كيتفاهمش معايا، انا في الشرق وهو في الغرب، انا شخصيه وهو شخصيه مغايره جدا. صافي حاولت معايا حتى عيات، انا كنت حالفه بايماني ما نرجع ليه، فعلا كنت طلقت انا وياه وجيت للدار اجيو تسمعوا، ما خلاتش ليا لليات شادين ديورهم، لليات مدبرين على الرجال، انت راجلك كان مزيان، انت اللي ما مزياناش، كنقول لها امي راجلي ما كتعرفيش مزيان، وكنعاود لها داكشي اللي كدير ليا، كتقول لي شنو فيها، عادي سيد خدام سيد بدارو، كنقول لها امي انا كنعاود لك المشاكل وانت كتقول لي بدارو، ماما الدار دابا نمشي ناخذ كريدي وندير، شنو المشكل، واش انت ماما عايشه في الزنقه؟ كتقول لي لا انا بغيت لك مزيان، وفاش كنجي ندور فيها كتقول لي انا بغيت لك مصلحتك، انا اللي عارفه شنو كندير، انا هادي انت ما عارفه حتى شي حاجه في الدنيا. المهم السيده نكداتو ليا من ديك الساعه الى يومنا الان، ما نمشيوش على الراسيه، تبدا تنقص مني وتعاير فيا وتقول لي شوفي لالياتك، شوفي هادي ثابته، هادي والدة، هادي فاحلة، هادي تاركة، هادي قارية،
كلشي مزيان وكلشي غزال الا انا. كنكونوا جالسين في شي مجمع كتبقى تقول لك انا بنتي ما عندها زهار وانا ما عندي زهار، وتجبد لي داك داك الموال ديال احقا والواد، البنات داروا والبنات فعلوا انا ما درت والو. المهم انا دائما خايبه وانا دائما ما مزياناش، حتى وصلت بيا الوقت انني وليت كندخل في اكتئاب، وليت كنمرض، كنهز راسي وكنمشي عند طبيب نفساني. النهار اللي صخت لي الخبر بدات كتضحك عليا وكتقول لي، انا ديما كنقول انني والده مسطيه، كنقول لها امي انا راه غادي ننتحر عطيني الثقه. كتقول لي ونصاحري انتي تلموت ما قابلاش بيك. مرضاتني في صحتي لواحد الدرجة اللي ما كطيحش على البال، ومن النهار اللي طلبت الى يومنا الان ما عمر ما جا شي ولد الناس باش يخطبني، ما عمر جا شي فيا شي واحد. كتقول لي فاش كنجلسوا نهضروا كتقول لي واه اللي كنت كنقول لك، ياك ديما كنت كنقول لك شدي في راجلك، هو اللي قبل بيك، هو اللي شافك. كنقول لها امي راه الزواج نسب قسمه ونصيب. كتقول لي هاد الهضره ما تقوليهاش ليا، انت كون كنتي مرا مرمره كون بقيتي معاه. كنقول لها امي راه ما تفهمناش هادشي اللي قسم الله. كتقول لي لا، وانت اللي فرطتي في الراجل، والحمد لله انه قبل بيك، وشكون اللي غيقبل بيك بحال هكا. شي صافي حتى كتدخل ليا الشك في راسي، انا وليت كنحس براسي انني انسانه فاشله ما مطفراش في حياتي، شكلي خايب لانها فيما كنجي نحط يديا في الماكله كتقولي انا نكون منك ما نقطع الماكله ما نبقاش ناكل. وانا البنات كنت غليظه في واحد الوقت، ماشي غليظه، كنت مربربه كيف ما كنقول، واحد شويه زايد الوزن ديالي. ولكن الوقت اللي طلعت لافاك لان كانت المسافه بعيده وداكشي كنت ضعافيت، ومن تما ما بقيتش غلاضيت. لاطاي ديالي ماشي غنقول لكم انا حوته، لاطاي ديالي مربع، ولكن هادشي اللي قسم الله ماشي غليظه. كتقولي شوفي الكرش ديال قداش، شوفي بعدا انت اللي شافك يقول ان عندك الاولاد، شوفي كيفاش دايره، شوفي التجاعيد، شوفي الزمر. شنو نقول لكم، فيما كانت فيا شي حاجه كتوريها ليا، كتقول لي سيري جري شوفي الناس كاملين كيجريو، سيري شوفي لك شي طبيب تجبد الشميل، سيري جبدي داك الوجه، سيري دوري بالحاله. غير مؤخرا تقريبا هذه واحد 6 شهور كنت بغيت ندير الفولار، قالت لي وهو اللي بقى لك. قالت لي بس صافي توليت بني حاجه، قالت لي سيري لبسي وتقادي، لا شي واحد رضى بك وتزوج بك. قهراتني البنات، قهراتني. تقريبا هذه عام كنت هزيت راسي البنات ومشيت كليت مع واحد صاحبتي. جات السيده ودارت لي نهار القهار وقالت لي انا مرا امك وانا سقطت عليك الدنيا واخره، وجبت دخل قلت له انت كتشوف بعينك شنو دارت ليا. قال لي بنتي نعلي الشيطان ودوزي رجعي في حالك. رجعت في حالي، شنو نقول لكم، حتى شي حاجه ما تبدلات، حتى شي حاجه. السيده قهراتني في حياتي، ما كنتش عارفه ما ندير ليها. كتشوفني بعينيها كندوب قدامها، كنصرات في الدوايات، انا ما عجبنيش الحال، وهي عاد ما كتزيد تحكر عليا. حقا شوفي لالياتك، شوفي فلانه دارت، شوفي فلانه فعلات. هاد الهضره كتصبحني بها، تغديني بها، تعشيني بها النهار وما طال، وحنا كنديو في نفس الموال، لدرجه انني صافي عييت. وليت كنقول لها امي تقهرت، امي الله يجعل البركه. شحال مره كنقول لها امي راه هادشي ديالي راه ديالك، راه ما بقيتش قاده به. كتقولي على مالي انا شنو درت ليك، ولا نوضت معها السطح كتقولي انت مسخوطه، انا غنسخط عليك، انت ماشي بنتي، انت ما نعرف منين جابوك ليا، انا بغيت هادشي نهار نفرح بيك والو. ديما كتردني انا اللي ما مسياناش، وانا اللي غلطه، وانا اللي منسوه مصلح، انا البنات اليوم عييت. لدرجه انني كنخلي الخدمه اللي مرتاحه فيها واللي مرسمه بوريقاتي بكلشي، وخدمه اللي مزيانه، وكنمشي لشي مدينه واحده اخرى نخدم تما ونبدا حياتي من جديد. ولكن خايفه من هذه الخطوه، ما عرفتش البنات حتى نظره المجتمع كيفاش غادي تكون، كيفاش غيشوفوا لي انا واحد البنت اللي هادئه، ما فيها صداع، ما فيهاش المشاكل، ماشي شي وحده اللي مقرصه مجبده من النهار اللي عقلت على راسي وهي دايره ليا هكا، حتى ولات شخصيتي ضعيفه. ما عرفتش البنات شنو ندير، خايفه يجي واحد الوقت ما يبقاش عندي الصبر وندير شي حاجه في راسي. حتى من هذاك الطبيب النفساني اللي كنت كنمشي عنده ما بقيتش كنمشي عنده بسبتها، لانها كتقول لي لا ما تمشيش، الا ساقولك الناس الخبار غيقولوا انك محمقه. كتقول لي داك الطبيب ديال المسطين، كنقول لها امي انا راه عندي مرض، انا امي راه قهرتيني، راه كنمشي باش نتعالج. كتقول لي على مالي شنو درت ليك، على مالك انا اللي خصني نمشي نتعالج منك. انا البنات عييت اليوم تالفه، بغيت غير اللي ينصحني يقول لي كيفاش نتعامل مع هاد الام، هاد الام النرجسيه اللي ما بقيتش عارفه كيفاش ندير معاها. ما عرفتش البنات. وبابا اللي غايقول لي باباك، بابا هو اصلا مقاتل معاها، با كيقول انا لودكم زعما صبرت عليها حتى لدابا، حتى هو مغرقه كريديات من النهار اللي تزوج بها، وهي انا خاصني خواتاتي داروا انا ما درتش، فلانه فرتلانه دارت، الدار اللي شاري، الطوموبيل اللي واخد. المهم حياتنا كامله كانت غاديه فوق من المستوى الاجتماعي ديالنا، يعني حياتنا كامله غاديه هكاك، حياه با كامله في الكريديات مشات
هكاك. وانا دابا الصالير ديالي هي اللي كتعطيه ليا، انا ما كناخذوش، هي اللي هي كتاخذو ماشي ما كناخذوش، هي كتاخذو هي اللي كتصرف، وانا كنقول لها عطيني وخاصني الا بغيت ناخذ شي حاجه خصني نتشاور معاها، خصني نتشاور معاها في جميع المسائل. عييت البنات، عييت عييت ديال بصح، عييت شريت تزوجت وطلقت والله ما تسوقت. هذاك الراجل كنقول ولد الناس ما كنعرفو ما كيعرفني ما تفاهمتش معاه، امي اللي ما لقيتش ليها الحل، امي اللي ما لقيتش كيفاش نتعامل معاها. كنشوف حتى كنعيا وكنلقاها امي، ولكن راني تقهرت اليوم. عاودت لكم قصي، وكنتمنى الا كانت شي وحده دوزت نفس التجربه تقول لي غير اشنو دارت، حيت كنحس براسي غنحماق، ما عرفاش الناس كيفاش نتصرف وما عرفاش كيفاش ندير. الغزاله ديالي هنا سالت القصه الثانيه ديالنا. ما تنساوش طبعا تخليو الاراء والتعليق ديالكم لصاحبه القصه، وما تنساونيش من التعاليق الزوينه ديالكم. هنا ما بقى لي الا نقول لكم حبيباتي ما سخيتش بكم، كانت معكم شهرزاد اللي كتحماق وكتموت عليكم.